السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمحت يا شيخنا، لو أنا علي يعني كنت بحلف كتير وفي أيمان ما أديتهاش وأنا ناسي كم مرة، فإزاي أقضي اللعنة؟ كانت أيمان منعقدة معقدة ولا أيمان لغو؟ لا لغو. لغو ليس عليك شيء. يعني ما عليهاش قضاء؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تعرف لغو يعني إيه؟ نعم. يعني إيه اللغو؟ ما أعرفش الصراحة. يعني لغو وعد بالك تفضلت، لا والله شكرا لغو، لكن أقسم بالله لا أفعلن كذا وكذا والقلب منعقد عليها كفارة، لا تدري ما العدد، كفر بزيادة من عندك. تمام. يعني أصوم بزيادة؟ لا. عندك فلوس ولا فقير أنت؟ لا ما مش يعتبر فقيرة. يعتبر فقير. صم عن كل يوم من 3 أيام. تمام. جزاك الله خير. الله يتم عليك بالخير يا ابن حلال.